بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. شرفنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي النجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، منور كابتن شريف. حبيبي يا كابتن مصر. وكابتن اسامه عربي وكابتن علي عبد الرحمن. كابتن اهلا. بدايه مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء والنتيجه والثلاث نقاط واعتلاء ايضا جدول الدوري. هارد لك لنادي ام بي النهارده كابتن ايمن. قبل ما نبتدي في التحليل عايز اقول الحمد لله بامانه ان هذا الاستوديو التحليلي مش كلام يا كابتن بلال، ولكن اللي احنا بنقوله في الالعاب للمنافس هي نفس الحالات لما بتيجي لينا يا كابتن اسامه او تيجي لنا الاهلي بنقولها بنفس المعيار. انا اللي انا بقول الكلام دوت الاول لان احنا النهارده عندنا حاله من الحالات المهمه قوي قوي قوي، اللي انا عاوز اقول ان محمود البنا النهارده لولا كفاءه محمود البنا وفهمه الجيد للقانون وتطبيقه للقانون كان ممكن النهارده يتورط في حاله يخدع. صح. لا انا عاوز اقول النهارده هو قفلت من ورطه الفار، يعني طبعا قفلت النهارده من ورطه الفار في عندما تم استعاده في الفار في الدقيقه 8. هو مين اللي على الفار يا كابتن؟ هو النهارده كان على الفار الكابتن وائل فرحان. ده ليه وقع معانا قبل كده؟ ليه وقعت معانا قبل كده في ماتش الاهلي وطلع الجيش. طلع الجيش. ايوه بالظبط. كان الحكم محمد عادل. ايوه. كان حب يورط محمد عادل. ايوه بالظبط كده. نعم كابتن شريف. حب يورط محمد عادل. في الاهلي وطلع الجيش كان عندنا حاله ركله الجزاء اللي هي انا قلت مش ركله جزاء واحده، دي ركله جزاء مره واثنين وثلاثه. ايوه. والبعض قال ان محمد عادل اتاحت فرصه، هو ما اتاحش الفرصه ولا حاجه. هي اللعبه الاولانيه اللي عامل تاكلنج على رجل اكرم. هو ما شافهاش. مظبوط. هو شاف الاخرانيه اللي هي حارس المرمى كابتن اسامه لما راح لعب اهمال مع برونو سافيو. واضحه جدا جدا. صح. حسب ركله الجزاء فوجئنا ان الكابتن وائل فرحان بيستدعي الحكم محمد عادل عشان يغير قراره كابتن عادل. محمد عادل تقريبا بالظبط كابتن شريف انت يمكن كلمنا فيها راح 10 ثواني بس كابتن اسامه. صح. بص على البار ورجع طبعا يعني مش مقتنع يعني انت جايبني ليه؟ بيقول عايز يقول انت جبتني هنا ليه؟ ده الكابتن محمود البنا النهارده ثانيتين وحسب ركله الجزاء دي بالظبط. الواقعه الاولى اللي كانت في ماتش وائل فرحان. وانا النهارده عاوز اقول كابتن بلال يعني انا النهارده كمسؤول توزيع المباريات يكون عندي حكم الفار عمل لي مشكله شويه. خلي بالك تدخل الفار للحكم لو الحكم النهارده مش متمكن همشي معاك. صح. عملت مشكله مع محمد عادل في الاهلي وطلع الجيش، بلاش النهارده تعينه في الاهلي وانبي. طب تعالى النهارده نروح الاول طاقم التحكيم ونتكلم في دقيقه 8 بقى والحوار ده كله، وهعمل لك مقارنه جميله جدا جدا كابتن عادل كابتن بلال، لان احنا اللي قلناه في ماتش الاهلي وبيراميدز هو ده اللي حصل النهارده في ماتش الاهلي وانبي. خلينا نروح لطاقم التحكيم. كان محمود البنا حكم الموهوب دايما موفق النهارده بنا، وكان معاه محمود ابو رجال مساعد رقم 1 كاس العالم، وعمر فتحي المساعد رقم 2، ووليد عبد الرازق كان الحكم الرابع، وكان على الفار وائل فرحان والكابتن هاني. دولت كانوا على الفار يا كابتن بلال.